قناة الأهلي في كل مكان، وتغطيتنا الخاصة هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة للبطولة الأفريقية رقم 29 سيدات. معانا طبعا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ومدير البطولة، واحد القامات الكبيرة في الكرة الطائرة. يمكن طبعا في البداية عايز أكد ان كل رؤساء البعثات وكل الفرق اللي انا سجلت معاهم بيشيدوا بالتنظيم، بالاستقبال، بحفاوة الاستقبال، بكل الامور الجيدة بالنسبة لكم. ده بينعكس عليكم ازاي مع اول يوم يا كابتن رؤوف في البطولة؟ في البداية طبعا برحب بقناة النادي الأهلي اللي هي شريك أساسي لينا في هذا النجاح، لو احنا سميناه نجاح بشهادة جميع الفرق. فزي ما حضرتك سامع وشايف احنا بيبقى علينا كتير جدا، يعني تملي المنظمين السابقين او اللاحقين بيبصوا لنا احنا كنموذج بيقتدوا بيه، فبالتالي احنا يعني بفكر تملي في العلامه الكامله، العلامه الكامله في التقييم. بنزعل من نفسنا قوي لو اي حاجه فاتتنا دون قصد. ففي تقييم يومي الحمد لله بنقسم البطوله لمراحل، اول حاجه الاستعداد ليها والاجتماع بتاع اللجنه العليا المنظمه للبطوله، ودي بقى لها على مدار اكثر من شهر ونص الاجتماعات متواليه لتحضير لكل شيء. بعد كده بدء فعاليات البطوله بوصول الفرق للمطار وكيفيه استقبالها وانهاء اجراءاتها في خلال دقائق، ثم الانتقال لمكان الاقامه اللي حرصنا جدا انه يكون مكان الاقامه لائق جدا بالفرق. واعتقد ان ما فيش يعني شكوى واحده، معانا 19 فريق، اي حد اشتكى من اي حد في الاقامه. بعد كده الانتقالات من الفندق للملاعب والعكس، وبرده ايضا الحمد لله في شاتل باص شغال ما بين الفندق والملعب، وكل فرقه بدقيقه قبل ميعاد تمرينها بتبقى موجوده تحت. بيوصل جدول المباريات، جدول التدريبات بيبقى معد، وكل واحد حافظ مكانه فين وهيتدرب فين، والكرات متوافره بارتفاعات الشبكه بكل حاجه بالميه بتاعته اللي موجوده. بالتالي بعد كده جدول المباريات بيوصل لغايه غرف اللعيبه كلها والمدربين والمسؤولين. بنبتدي بعد كده بدء المباريات. قبل كده بقول كافيه استقبال لجنه الاحتكام. لجنه الاحتكام عباره اثنين من نواب رئيس الاتحاد الافريقي بالاضافه للاتحاد الافريقي، واثنين من رؤساء لجنه الحكام، والبريس برضو في واحد بيمثل ضابط الاتصال بالنسبه للاتحاد الافريقي. كل دول في ضيافه النادي الاهلي. حرصنا على توفير الاستضافه الكامله ليهم، ويعني كنت في اجتماع تنسيقي من حوالي 10 دقائق دلوقتي او ربع ساعه انتهى. يعني في الاخر هم بيسالوا هو انتوا يعني ليكوا شكوى من حد؟ يعني المفروض ان احنا قاعدين عشان نسمع نقول ايه الشكاوى اللي عندهم. يعني فوجئنا بيقول لك يعني انتوا اكسلنت يعني، واحنا جايين عشان نسمع لو احنا حد مضايقكم او في حاجه يعني. فاحنا ضحكنا طبعا، يعني الحمد لله مفيش حاجه مضايقانا ولا حاجه. بقول ان هم خمس بطولات قويه جدا هنتصدى ليها في خلال شهر ونص. بنبتدي ببطولة الكرة الطايرة سيدات، يعقوبها بطولة الرجال الكرة الطايرة من يوم 25، يعقوبها كاس سوبر يوم 11 وصول الفرق 12 المباريات، وبعد كده بطولة كاس الكؤوس للرجال وكاس الكؤوس للسيدات. كم من البطولات كبير. اعتقد يعني بترك للمشاهدين الحكم على حفل الافتتاح اللي تم امبارح. انا في رأيي ان هو كان مبهر، ولكن يعني اعتقد ما ينفعش ان انا اللي اقول عليه ان هو مبهر. هنترك الحكم لجماهير النادي الاهلي اللي ان احنا بنعمل كل ده علشان خاطرها. عشان خاطرها ازاي؟ اهم حاجه الاعداد الفريق بقى تم ازاي؟ لاول مره من مده طويله جدا بيطلع الفريق لمعسكر لسلفانيا لمده 12 يوم، وفرنا له خمس مباريات هناك، جهاز عالي المستوى بقياده العالمي كابتن حمدي الصافي. فبالتالي وفرنا الاعداد الكامل لهذا الفريق، والتوفيق من عند ربنا. بطوله قويه جدا، لان انا شخصيا فائز بهذه البطوله 8 مرات كمدرب، فانا عارف البطوله دي كويس جدا. فبقول البطوله دي صعبه صعبه صعبه، فيها فرقتين من كينيا باي بلاين والبرينزونز اللي هو السجون،
من اقوى فرق، يعني احنا واخدين البطوله 8 مرات، الفريق الانابيب الكيني واخدها 7 مرات، يعني فريق قوي. فريق نيرسول قرطاج هو حامل اللقب السنه اللي فاتت. فرق الكاميرون هي الحصان الاسود اللي طالعه في افريقيا في الثلاث سنين الاخرانيه. فالبطوله في الملعب، لكن بمزيد بتوفيق ودعم الجماهير والالتزام الجماهير بالتشجيع المثالي، البطوله بتمثل مصر، وانا بثق في جماهير النادي الاهلي تكمل الصوره الجميله اللي حضرتك حكيت عليها. احنا نظمنا كويس، حضرنا فرقتنا كويس، فاضل جماهيرنا تكون عند حسن الظن، وانا ما بشكش في الكلام ده لحظه. انا عارف جماهير النادي الاهلي اللي بتقف جنب فريقها وبتشجيع المثالي، وباذن الله علشان نصل الى بر الامان وتكتمل الفرحه بفوز فريق الكره الطايره سيدات النادي الاهلي بالبطوله باذن الله. فنيا يا كابتن روف، كيف ترى المباراه القادمه للنادي الاهلي بعد الاداء المميز للمباراه الاولى وحضور الجماهير والمسانده الكبيره؟ كيف يرى الكابتن روف احد القامات الكبيره في المدير الفني للمباراه الغد بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله الحقيقه يعني يمكن القرعه يعني اتت بمجموعه مش قويه بالنسبه للنادي الاهلي، مش عايزين نستهين بالمجموعه ولا اي حاجه، ولكن احنا كنادي اهلي المفروض جايين علشان نفس البطوله. اعتقد المباريات المجموعه هتكون مريحه، يعني ما هياش القوه المناسبه، ولكن اعتقد ان هي كابتن حمدي الصافي يعني لا يعني راجل قديم وفاهم، هيستغل المباريات دي اكيد للتمويه على الفرق الاخرى، لانه متراقب كويس جدا من الفرق الاخرى، اكيد بيدفع بالقوه الاساسيه علشان تاخد لياقه ملعب شويه في شويه من غير الكشف عن اوراقه. فانا اعتقد يعني الفوز هيكون حليف فريق النادي الاهلي، ولكن مش هو اللي الجماهير هتشوفه في الماتشين الجايين يعبر عن مستوى فريق النادي الاهلي، لان لازم الكابتن حمدي الصافي يخبي اوراقه وما يظهرهاش قدام الفرق الثانيه. اخيرا يا كابتن رؤوف، بجانب الجهد الكبير اللي بيقوم بيه كابتن رؤوف عبد القادر، شايفين الاستاذ محمد الجرحي رئيس اللجنه العليا متواجد لحظه بلحظه بيتابع وبيباشر، وكالعاده ده اللي مطلوب من كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ان يتابعوا لحظه بلحظه، وده مش جديد على الاستاذ محمد الجرحي. يعني الحقيقه يعني عايز انتهز الفرصه، يعني تم اختيار الاستاذ محمد الجرحي والاستاذ محمد الضماطي لقياده السفينه بتاعه التنظيم، اختيار موفق، اعتقد جيل الشباب. والحقيقه يعني انا بهرت وفوجئت بالخبره الكبيره ليهم في التنظيم، حقيقي يعني ما فيش اجتماع سابوه بالرغم من ظروفهم العمل بتاعهم، لكن متابعين كل حاجه اول بالبول، حتى بالتليفونات وعلى الواتساب وعلى السيطات وكل حاجه. فزي ما انت حضرتك شايفهم بالرغم ان مفيش ماتش للنادي الاهلي ولا اي حاجه، لكن حريصين ان هو موجود الاستاذ محمد الجرحي معانا، وده غير المتابعه اليوميه على طول لتذليل اي عقبات لاي فرق. فانا شخصيا يمكن اول مره اتعامل معاهم، لكن الحقيقه انا مبسوط بيهم جدا 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 جدا، وده مش جديد، يعني دول اعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي على مر العصور، والحمد لله جيل بيسلم جيل. فانا سعيد جدا بان انا بعمل مع جيل بعتبره مش شباب من اعضاء مجلس الاداره، ويا رب يوفقهم يا رب. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن رؤوف عبد القادر مدير عمل نشاط رياضي بالنادي الاهلي وايضا مدير البطوله على هذه التصريحات. بنتمنى كل التوفيق كالعاده للنادي الاهلي وجمهوره العظيم. مباراه الغد تكون فيها الساعه 8 مساء، بنتمنى كالعاده النادي الاهلي يحقق هذه المباراه بنتيجتها واداء ونتيجه ويحصل على البطوله الافريقيه. عوده ليك يا كابتن هيثم وكل الجمهور الاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا يا زميل.